هذا البستان بستان قرص، طبعا فيه بعض الشجر من الخوخ. هذا البستان يحتوي تقريبا على 10 دنم، هو عبارة عن 10 دنم، فيه مي فيه ماء طبعا. هذا الشجر أيضا كما ترون الآن واقع هذا البستان على طريق. هذا البستان يحتوي على 200 من شجر الكرز، 200 من شجر الكرز. طبعا أيضا في ولاية أفيون قرح حصار، قريب من الطريق المعبد، قريب من الخدمات، فيه كل يتوفر جميع الأشياء الأساسية. حتى في هناك أيضا شجر من التفاح، هذا شجر من التفاح في البستان يعني. ها كمان الآن هناك شجرة أخرى، هنا أيضا شجرة من الأجاص موجود في هذا البستان. يعني فواكه من جميع مختلط يعني، لكن بشكل عام غالبية الشجر من الكرز. هنا أيضا شجر انظروا الجرنك، هنا أيضا شجر جرنك موجود في هذا البستان. وهنا يوجد أيضا كهرباء، كهرباء موجود توفر. هذه حدود البستان، بستان الكرز.